تمام؟ اهو الله ينور الله ينور الله ينور. وريني كده سحنته اهو. ان شاء الله ده بان عليه راجل طيب، وشه سميح، عارف الوش السميح، وشكله مش هيعرفنا ان شاء الله. لا يا رجال الشرابات لا يكون فاكر ان احنا خايفين وبنداري ملامحنا. انت بتعمل ايه يا ريس بنداري؟ اتفقنا من قلعة الشرابات. اتفقنا محدش عارضنا هنبقى. هنتكسف. عارضني هنبقى. هنتكسف. محبش حد يعارضني. مسلسل سامح، وهو الراجل اللي اشتغل على الورق، وهو اللي عمل الكاستنج، وهو اللي جاب الكرو ومدير التصوير ومهندس الديكور يعني ده مشروعه بالبلدي يعني طبخته. فانا كراجل مخرج ما عملتش الطبخه دي، انا جيت على وضع قائم وجاي بشكل مؤقت زي ما قلت لك، عشان احنا عندنا امل باذن الله انه يعني مشكلته تنتهي سريعا. انه احمد عبد الله عامل حاجات مختلفه كتير عن الفيلم، يعني واخد من او من الروايه تحديدا اكتر من الفيلم كمان، واخد الخطوط الرئيسيه، بس في شخصيات كتير ما كانتش موجوده في الفيلم موجوده في المسلسل، في ظواهر اجتماعيه بتتناقش ما كانتش موجوده خالص في الفيلم، لان على ايامهم ما كانتش الظواهر دي اصلا موجوده. ففي تجديد طبعا كبير، والا لو هتعيدوا زي ما كان طب بتعملوا ليه؟ يعني لو هو زي الفيلم اللي اتعمل سنه 61 طب بتعملوا ليه دلوقتي؟ فهو في تجديد طبعا واختلاف عن اللي كان موجود قبل كده. هي الفكره الناس بتختار تعيد حاجه، ده الناس بتبقى حاسه انها ممكن تبقى ملائمه للوضع دلوقتي، او ينفع تناقش مشكله ما موجوده في المناخ عموما او كده. ففكره مسلسل ارض نفاق انه يتعاد تاني، هي الفكره نفسها ومشيتها واسعه، يعني تصلح انها تتعمل في الالفينات، وكانت تنفع تتعمل في التسعينات، وكانت تنفع تتعمل قبل كده، وزي ما اتعملت قبل كده مع استاذ فاطين عبد الوهاب في الفيلم. اما بحبش فكره المقارنه، يعني لو على نفس المثال اللي حضرتك بتقوليه مثلا، هيبقى تقولي مثلا سامح عبد العزيز او انت او ايا كان اللي بيتصدى للمسلسل هيتقارن بفاطين عبد الوهاب مثلا، دي مقارنه مش سليمه خالص. استاذ فاطين مخرج عظيم وكبير وعمل اثر السينما المصريه بافلام عظيمه، ما ينفعش نقارن بيه، بس ينفع نتحاسب على اللي قدمناه، يعني المخرج اللي بيعمل المسلسل يتحاسب على اللي قدمه، بس ما يتقارنش بنظيره اللي عمله قبل كده. فالاستاذ محمد هنيدي طبعا نجم كبير ومحبوب كوميديان، يعني ناس اغلب الناس وكل الناس بتحبه، بس في الاخر ما ينفعش يتقارن باستاذ فؤاد المهندس، ده له طعم وشكل وادى الدور بشكل، واستاذ محمد له طعم وشكل وهيعمله بحاجه ثانيه، فما بحبش فكره المقارنه. صباح الخير يا مسعود. صباح الخير يا جميله، فستانك حلو قوي. وانت لبسك حلو قوي. وشعرك حلو قوي، تحفه. ميرسي. الله، ايه الريحه الحلوه دي؟ فل برضو؟ طبعا فل، كل يوم فل 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 فل، وبرش في نفس الشارع، اعمل ايه؟ نصيبي كده. مالك يا مسعود؟ ايه ده؟ هو انا باين عليا؟ قوي. طب داريني داريني داريني. انا كلمني استاذ جمال وهنيدي على المسلسل، بس استاذ جمال هو اللي كلمني قوي. بس انا ما اعرفش بقى هم قالوا لبعض ايه في الاول يعني، بس انا مبسوطه ان انا بشتغل مع محمد مسلسل تلفزيون لاول مره، احنا عملنا مع بعض راديو. بس ده اول مسلسل بشتغله معاه، ومبسوطه جدا ان انا بشتغل مع محمد هنيدي. بالنسبه لي باب جديد ان انا اعمل كوميديا، مرعوبه جدا. يا رب اكون عند حسن ظن استاذ جمال واستاذ محمد، وبقدم مسؤوليه، المسؤوليه كبيره جدا جدا جدا. انا بعمل دور جميله، مرات مسعود محمد هنيدي، وعايشين مع بعض مع والدتي وابني، وهي الاحداث مش ما اعتقدش انها شبه الفيلم يعني، في معنى فكره ان هو بياخد الحبوب يعني كل شويه ياخد حبايه، واحنا بقى وراه بنشوف هو ايه اللي بيجرى. ولا ايه؟ انا مش مرتاح لك اساسا يا ياض. انا عارف. انا عايزك تقوم من قدامي دلوقتي وما اشوفش خلقتك تاني. اتكل على الله. يلا ياض امشي. بس خليهم يفكوا. ريح ياض ريح. او مش كده يا معلم. بابا يلا امشي، اقول له حاجه يا معلم عشان اتكل على الله. عدي يا معلم. عدي ياض. شكرا يا معلم، دايما عامر دايما. طب انا هقول كلمتي الاخيره، 3400. هاتوا ياض. موضوع التلفزيون مرعب اكتر الحقيقه يعني، فلازم يبقى ايه في موضوع جميل قوي عشان تتحمس، لان جمهور الفيديو عريق واكتر، وحاجه تخض يعني بتدخل للناس البيوت، فبنستنى ما بنلاقي حاجه كويسه. فالحمد لله يعني اول ما عرفت مشروع ارض النفاق اتحمست وفرحت جدا، ان الروايه حلوه وعجباني اصلا من زمان. صاحب الفكره المنتج المتميز الاستاذ جمال العدل الحقيقه، اشترى الموضوع والقصه وبتاع، وانا عرفت والتقينا فورا وفرحت جدا. انا بحب الروايه زي ما قلت لحضرتك، والروايه معظم الناس عارفاها وحباها، استاذ يوسف السباع الله يرحمه ابدع فيها يعني، فاستهواني الموضوع قوي. الى جانب ان اكيد طبعا غير الفيلم، يعني هو الفيلم كان فيه الحبوب اللي كان بياخدها 3 حبايات بس تقريبا،
لا هنا الاستاذ احمد عبد الله السيناريست، عاملين اكتر من حبايه وعاملين حاله ان شاء الله تعجب الناس. عندنا حبايه النفاق والشجاعه وحبايه تانية كده كتير، حبايات اللي هي موجوده في مجتمعنا فينا كلنا، فاهماني؟ حاجات كتير موجوده جوه الانسان نفسه. يعني المسلسل الحمد لله فيه اساتذه كبار جدا وممثلين شطار جدا، انا مستمتع وانا بشتغل معاهم بجد والله. اولا في مفاجاه معانا اسمها الاستاذ ابراهيم عيسى، انا شفت ممثل كانه ممثل بقى له فتره طويله، ان شاء الله يكون مفاجاه للناس جميله، يعني ممثل حلو قوي قوي. بتشرف طبعا اول مره اشتغل مع الاستاذ دلال عبد العزيز، عامله حماتي، هنا شيحه عامله الزوجه، الاستاذ محمد محمود ابويا، محمد ثروت صديقي في الشغل، ناس كتير الحقيقه مش عايز انسى حد، سلوى محمد علي، ومعانا ضيف الشرف الاستاذه الجميله نجوى فؤاد، ومعانا مجموعه الحقيقه متجانسه جدا وشطار جدا، ان شاء الله ده يبان على العمل باذن الله.